فأولئك يتبعون أحسن. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الجوانب التي ركزت عليها هذه الآية الشريفة اثنان. الجانب الأول في الآية قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. الجانب الثاني من الآية في قوله تعالى: وأولئك هم أولو الألباب. بالنسبة إلى الجانب الأول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طبعا الآية المقدسة تدلنا على التربية، لأن عنوان موضوعنا اليوم التربية وأثرها في تقويم الإنسان في حياة الإنسان. فالآية شيء من الأشياء التي تربي الإنسان: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. طبعا كلمة الذين كما قلنا في الأحاديث السابقة يشترك فيها كل فرد، المؤمنون وغير المؤمنون، لكن نعرف كلمة الذين يقصد بها المؤمنين أو غير المؤمنين بقرينة في الآية. فمثلا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. احنا نعرف من هذا الجانب في الآية الشريفة وجود جماعة في المجتمع أو في الناس يسمعون القائل فيأخذ الأحسن منه. الإنسان عندما يسمع أشياء يأخذ يسمع الأشياء كثيرة، لكن يأخذ القول الحسن فيتبعه، والأقوال اللي هي مي حسنة يرميها. الآية تقول: ذولا أوادم يسمعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه. زين، هناك استماع وهناك سماع. كلمة الذين يستمعون القول غير يسمعون القول، لأن سمع فلان القول غير استمع فلان القول، يختلف المعنى. مثلا سمع فلان القول هو متقصد، يعني عابر سبيل مثلا وسمع فلان يتكلم، لكن استمع إلى القول أصغى إليه بأذني. فأنت مثلا ما يطلق عليك تقول أنا سمعت القول أو سمعت القراءة، استمعت للقراءة، لأن سمعت شيء عادي ما عندك إصغاء، لكن لما تقول استمعت يعني أصغيت بأذني. فالآية تقول: الذين يستمعون ويسمعون، يستمعون يعني بكل جوارحهم وبأذنيهم وبأعضائهم وبقلوبهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يأخذون الأحسن منه يأخذونه. إذن ذولا اللي يتبعون
بسمع يستمعون القول فيتبعون احسنه. شنو يحصلون؟ الله سبحانه وتعالى يقول اولئك الذين هداهم الله، لانه كما في الحديث رب كلمه احيت سامعها بعد الموت او قبل الموت. يعني الانسان يسمع موعظه او يسمع كلمه تاثر عليه، لما تاثر على هذه الكلمه تنفعه دنيا واخره. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله. الهدايه من الله تاتي الى الانسان الذي يستمع الى القول فيتبع احسنه. طبعا مو قول العادي، حتى بعد الاغنيات هم قول، بعد الاغنيات اللي يغنونها هم جماعه يقولون هذا احسن، احسن من هذا. فالمقصود بالقول القول الالهي، القول مثلا مال الانبياء، القول مال الائمه، القول مال العظماء، مال العلماء، الذي ينفع الانسان دنيا واخره. والا ليس كل قول يستمع الناس اليه، لا. ولهذا الايه تشترط تقول، يعني تضمن وتقول اولئك الذين هداهم الله. هداهم الله على استماع قول الاغاني، على استماع الاغاني والرقص، لا. هداهم الله لاستماع قول الاله واستماع الايات القرانيه واستماع اقوال الانبياء والرسل لهدايه البشر. الجانب الثاني من الايات واولئك هم اولو الالباب. الله يجعل صفه ثانيه، صفة ثانية من الصفات الحسنة في كل جماعة يستمعون القول فيتبعون أحسن. الصفة الأولى الهداية اللي تتحصل لهم من الله سبحانه وتعالى، والصفة الثانية وصفهم بحذاقة العقل، عندهم عقول. وأولئك هم أولو الألباب، أولو الألباب يعني أصحاب العقول، لأن أصحاب العقول هم الذين ينتبهون في الحياة إلى سعادتهم دنيا وآخرة. فكل من لا يستعمل عقله في جميع أمور دينه لا بد وأن ينزلق وأن يهوي إلى الهاوية. الآية المقدسة بقسم جانبها الأول والثاني جاءت تريد أن تربي نفس الإنسان، يعني كيف يربيها، كيف يدربها على الأمور الخيرية باتباع القول الحسن. هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولهم الهداية وأن لهم عقول، ذولا يبتعدون عن عبادة الطاغوت، يبتعدون عن عبادة الطاغوت، لأن عبادة الطاغوت تبعد عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وإلا فالإنسان يولد على الفطرة، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال يولد المرء على الفطرة، وإنما يهودانه أو ينصرانه أبواه، يعني بأي شيء؟ بالتربية. لما الإنسان يتربى تربية دينية يعيش إنسان طيب، ولما يتربى تربية سيئة يعيش إنسان متفسخ، وهكذا. إذن التربية طبعا ليست على نوع واحد، ف
فتارة التربية بتعليم الإنسان، يعني الإنسان يأخذ بأبنائه يعلمهم مبادئ دينه، فالصلاة يدرب على الصيام، يدربه على المجالس الخيرة كمجالس علي بن أبي طالب، مثل هذه المآتم، هذه يسمونها مجالس علي بن أبي طالب، هي حسينيات الحسين، لكن بالنسبة للمجالس يسمونها مجالس علي بن أبي طالب. إزين؟ فيدربه على هذا، لأن الإنسان ينشأ على شيء فيشيب عليه، من شب على شيء شاب عليه. ويقول الشاعر: الطبع والروح مخلوقان في جسد، لا يخرج الطبع حتى تخرج الروح. أنت تربيت هذه التربية الدينية لأن أبواك سار بك على هذا الطريق وسلك بك هذا المسلك، فنشأت على هذا الطريق الخير، على هذا الطريق الجيد. وتارة تكون التربية بالتأديب، لأن التأديب له أثر فعال في نفس الإنسان، كما يقول أحد فلاسفة اليونان أرسطاطاليس، هذا فيلسوف يوناني، هذا يقول: يمكن تحويل الأشرار إلى الأخيار. يقول: ممكن أن إحنا نغير الأشرار نسويهم أخيار، والشينين نسويهم زينين مثلا، وكل شيء وكل إنسان شرير يمكن أن نخليه خير، يمكن تحويل الأشرار إلى الأخيار بالتأديب. ولكن هذا ليس مؤثرا كله في نفس الإنسان، فربما أثر في البعض بالزوال، وربما أثر في البعض بالقليل، وربما لم يؤثر أصلا. إذن إحنا لما نعرف، قال فيلسوف يوناني عاش في الحياة قبل 4000 سنة تقريبا، أو 3500 سنة، نجي ننقل أقواله، لما نقارن الأقوال مال الفيلسوف بالقرآن نشوفه صحيح، يعني تنطبق، لأن الحكماء خلينا قضية الأعمال مالهم خليها على جانب، ولكن خذ الحكمة ولا تنظر من أي فم خرجت، أو خذ الحكمة ولو خرجت من كافر، حتى الكافر إذا قال إلك بكلمة حكمة خذها من عندك، ماكو معنى، لأن أنت جاي شنو جاي؟ أنت تزود نفسك بالمعلومة، والكلمة السيئة حتى لو تخرج من أقرب الناس إليك لا تعتبر بيها، خذ الحكمة وإن خرجت من أفواه المجانين، حتى المجنون تارة يتكلم بكلام العقلاء، لكن لما يتكلم المجنون بكلمة عاقل خذها من عنده وإن كان مجنون. يدخل المجنون على المنصور الدوانيقي، هذا المنصور الدوانيقي الذي كان يشرب الخمر، يدخل عليه واحد مجنون، وكان المنصور سكرانا مع زميله، مع ندمائه سكران، فقال إليه المنصور: أتدخل علينا وأنت مجنون؟ هذا المنصور يقول للمجنون، يقول له: ليش تدخل علينا أنت مجنون؟ أطلع. شوف شلون كلام المجنون، كلام حكيم، خذ الحكمة ولو خرجت من أفواه المجانين. قال له: يا منصور، أنا مجنون ولكن جنوني لا أحاسب عليه، أنا الله سلب من عند العقل، أخذ ما وهب سقط ما وجد، أنا مو محاسب.
لكن أنت مجنون وتحاسب على جنونك. يقول له أنت مجنون من طريق السكر، أنت سكران وصرت مجنون، وهذا الجنون أنت الله يحاسبك عليه. أنا مجنون، مجنوني ما يحاسبني الله عليه. هذا المنصور انتبه، قال هذا المجنون من وين حصل الجواب؟ من وين حصل على هذا الكلام؟ لأن كلام المجنون حكمة، فخذ الحكمة وإن خرجت من أفواه المجانين. لا تقول هذا مجنون ما أعترف به، إذا شوف الكلمة حلوة وطيبة خذها ما يضرك، وهكذا الزين. فكذلك أرسطاطاليس وإن كان هو عاش قبل الإسلام ولكنهم معترف بحكمتهم، معترف مثلا بفلسفتهم، لما يجي يقول إلنا يمكن تحويل أو صيرورة الأشرار أخيار، أخيار بأي شيء بالتأديب. زين، هذا التأديب سبب من أسباب صيرورة الإنسان رجل طيب خير ملتزم، سبب من الأسباب. الآن نجي في قضية التأديب، بس هذا أرسطاطاليس يقول التأديب مو لازم يأثر تأثير كامل، فتارة يأثر في الناس بالزوال، في البعض بالزوال، وتارة يأثر بالقليل، وتارة ما يأثر في أحد. الزين، التأديب يعني شنو؟ التأديب يعني أن الإنسان مثلا إذا شاف ابنه، إذا رأى ابنه يعمل شيئا سيئا وهو طفل، أول شيء يأخذه باللطف، يقول له يا ولدي هذا العمل مو عمل صالح، هذاك طفل ما يدري، ما يدري هذا العمل شنو زين وشين، طفل ما عنده شعور كشعور الكبير. قل له هذا مو عمل صالح، إذا فاد فبها، ما فاد فيلجأ إلى التأديب بالضرب أو بالتهديد. يقول له إذا ما ترتدى عشتكي عليك، ترى خلوك سجنون، أو أجعل أذاينك وأذاين السنورة أربع. هذا طفل والأذاين الطفل سنتين وأذاين السنورة ثنتين، ما تصير أربع. لكن هم الأساليب مال الآباء تختلف، هذا الطفل ما يدري، يقول ترى أنا بعد إذا جزمت على هذا العمل أبوي بيسوي أذويني وأذاين السنورة أربع، وهي صدق أربع، لكن ذاك ما يدري، ما يشعر إلى هذه القضايا، فيخاف، يخاف يقول له ترى يمكن يقص أذوني، يمكن يضربني، كذا بيسويها، هو أذاين السنورة أربع، أنا بعد ما أعود أعمل هذا العمل. هذا أسلوب من الأساليب، أسلوب لا، أسلوب يهدد الطفل، يقول له ترى إذا تعود مرة ثانية أضربك، أحبسك، أأذيك، كذا كذا. هذا تأديب، هذا التأديب ترى يأثر تأثير كامل ويزول القضية من أصلها، يزول القضية السيئة من نفس الإنسان أو من نفس الطفل نهائيا، وتارى لا يأثر تأثير قليل، وتارى لا يؤثر نهائيا، في الخصوص في الكبار ذول شوية اللي ترعرعوا، بعد لما يضربه أبوه ضرب ويأذيه ما يسمع الكلام، لأنه ربى ونشأ على هذه الطريق فما يجوز من عندها. ولهذا قيل التربية هي الحياة، حياة الإنسان تربية. ربي أولادك تربية دينية كما رباك أبواك تربية دينية، وصرت خوش رجال وجيت تستمع وتصلي وتصوم وملتزم، أنت بعد أولادك واجب عليك أن تنتبه إليهم، تربيهم، لأنهم أطفال صغار. ولهذا الذي لا يسعى في تربية أولاده تربية دينية
طبعا ياخذهم التيار. عليك ان تربي هذا الانسان هذا الطفل تربية دينية، اذا كبر وبلغ وصار رجال وبعدين انحرف، بعد انت ما عليك شيء من قبل الله، انت اديت الواجب اللي عليك. حتى انت طالما تسمع المثل اللي يقول من باق بيضة باق شنو؟ باق جمل. وهو شي بيضة صغيرة لكن يتدرب شوي شوي لا أن يصير حرامي كبير. الزين يجي واحد وباق بيضة، سرق بيضة جاء بها إلى أمه، يا أمه سرقت بيضة. قالت لقد عملت عملا حسنا يا بني، هذا خوش عمل، باكر اسويها لك من الصبح واجليها لك في المقلاة وتاكلها وتروح المدرسه. ذاك طفل ما يدري. زين في اليوم الثاني باق بيضة، سرق بيضتين، قال سرقت بيضتين يا امه. قالت هذا احسن من الاول، هم اسويها اليك للمدرسه. في اليوم الثالث سرق اربع، سرق خمس، الى ان صار سرق درزا كامل من البيت. قالت له الام حسنا عملت يا بني، باكر نسويها لنا ريوق كلنا نتريق بها، انت واخوتك واخواتك، وبعدين تروحون المدرسة. من الصباح جابوا درزن البيض المسروق وسووه، سووه أكله، أكله دخل الحرام في البطن. الأصل شنو؟ الأصل الأم، الأم على كلين. إلى أن سار الطفل على هذا المنوال، صار كبير، صار رئيس الحرامية، أكبر سارق في المنطقة هو. تعدى على مكان للدولة فسرقه، والدولة بعد ما تلاحي، دولة عندها سلطة تستطيع كل شيء تسوي. سرق مال الدولة، جابوه للمحكمة، حكمت عليه المحكمة بالإعدام. هذا سرق سرقة كبيرة للدولة، وتحكم عليه المحكمة بالإعدام. أعلنوا فلان ابن فلان رايح يعدم. ليش؟ لأنه هذا صار رئيس الحرامية، رئيس الحرامية ورئيس السرسرية وهكذا. حتى يقولون في يوم من الأيام واحد شاعر مر على رئيس السرسرية جالس في قهوة، رئيس السرسرية والحرامية وهكذا. هذا الشاعر قام يطالع رئيس السرسرية جالس ويا جماعته ويعطيهم ارشادات، شلون تبوقون، شلون تعملون كذا، شلون كذا، يعطيهم مرشد كبير. هذا الشاعر اجا اكو بيت من الشعر يقول إذا كان ساقي الناس في الحشر حيدرون، فساقي عطاشا كربلاء أبو الفضل. هذا الشاعر ثبت شطر وألغى شطر، فقال إذا كان ساقي الناس في الحشر حيدرون، فساقي عطاشا السرسرية خنيفسون. إذن هذا رئيس السرسرية والحرامية اسمه خنيفس، هذا أكثر. قال شلون هكذا؟ قال إيه، الناس يوم القيامة يسقيهم علي بن أبي طالب من الحار، ساقي عطاشة المحشر يسقيهم علي بن أبي طالب، وساقي العطاشة كربلاء يسقيهم أبو الفضل، وأنت ساقي عطاشة السرسرية والحرامية أنت تسقيهم. بعد شو تريدني أقول؟ وبعدين شرد من عنده. على كل هذا لما حكم عليه بالإعدام، طبعا من طبيعة المعدمين يقولون للمحكوم عليه شنو تريد أنت؟ شنو تتمنى؟
فواحد يقول اتمنى يجيبوا لي اخوي، يجيبوا لي ابي، يجيبوا لي اعز الناس عندي، واحد يقول انطوني اكل، واحد يقول اعطوني ماي بارد، كل واحد يطلب طلبته. هذا الحرامي قال له إلي شنو تريد؟ قال أريد أن أنظر إلى أمي آخر نظرة وأقبلها آخر قبلة، يعني آخر نفس من الحياة. راحوا للأم قالوا لها فلانة تعالي، ابنك رايح يخدمونه وطالب طلبة أنه يريد يتعانق وياك ويقبلك آخر قبلة. جت الأم مشقوقة الجيب، بيقتلون ولدي، بيذبحون ولدي، واويلا انتين اللي ذبحتينه، انتين السبب، أنا ما ربيتينه. على كل لما جاءت اعتنقت وياه، قال لها يا أمة مدي لسانك لأقبله، حتى اللسان أبى قبله، مدت لسانه والناس يطالعون، فقبض عليه بأسنانه حتى قطع لسان أمه، ووقعت الأم مغشي عليها والدواء على كل المصير مو معلوم. هذا الحاكم لما شاف القضية قال إذن شيلوا المشنقة من حلقة، شيلوا وجيبوه. قال له أنت ما هي قصتك؟ قال قصتي أن أمي هي التي جاءت به إلى المشنقة. قال له شلون؟ فقال أنا أول ما كنت طفلا سرقت بيضة، وبعدين سرقت بيضتين، وكل ما أسرق شيء تقول لي أمي هذا خوش عمل طيب، وربتني على هكذا إلى أن صرت كبير الحرامية، وصار المصير هكذا. فهي لو أدبتني من أول وهلة وعلمتني ورتبتني ودربتني على الأشياء الخيرة ما جاء مصيري إلى هذا المكان، لكن هي تستحق أن أقطع لسانها. فبعدين الحاكم قال إذن أنت عاهدنا على أساس ما تعود وإحنا نشيل الإعدام من عندك. قال أنا عاهدكم على أساس أنه ما أعود مرة أخرى. ليش؟ لأن المشنقة مو شوي بسيط، المشنقة تأديب إلى الآخرين، إزهاق روح. هذا لما الناس يشوفون فلان شانقينه مسوي جريمة وشنقه مثلا، الناس تتأدب على أنه بعد كل واحد يقول أنا ما أريد أعمل إخاء، لأن التأديب أثر من آثار التربية في الإنسان. ومن هنا انطلق القاسم بن الحسن سلام الله عليه بتربيته الدينية. التربية اللي تربى فيها القاسم ابن الحسن تربية دينية، عاش تحت ظل أبيه الحسن وتحت ظل عمه الحسين، فمن هذا من بيت الأب إلى بيت العم، فنعمة بالأب ونعمة بالعم. الزين هذا القاسم ابن الحسن من آثار التربية في نفسه أنه إذا جلس عند عمه الحسين ما يرفع رأسه، تأدبا وخضوعا واحتراما إلى عمه الحسين، وإذا دخل الحسين عليه يقوم القاسم إجلالا وتكريما إلى عمه الحسين، ودائما يقول إليه ماذا تريد يا عم؟ أمرني، أنا الخادم وأنت السيد، أنت سيدنا وأنت إمامنا وأنت قائدنا. وهكذا أهل البيت مربون تربية حسنة، يعني ما واحد منهم إلا وقد تربى تربية دينية حسنة. فأهل البيت عليهم السلام
في الواقع تراهم يعملون طبق الأوامر الدينية. وكذلك الحسين سلام الله عليه تربى تربية دينية وهو الإمام، وربى من كان تحته. كل الذين كانوا يعيلهم الحسين يربيهم تربية حسنة، بل هو مربي المجتمع الأكبر، مربي المجتمع الأكبر. القاسم ابن الحسن المعروف أن أباه الحسن قد كتب له عودة وقال له: يا بني، إذا جاءك هم أو غام افتح العودة. إزاي؟ هذه تربية، تربية نفسية. فلما جاء يوم كربلاء شاف الهم والغم قد جاء مجتمع الأكبر. القاسم ابن الحسن المعروف أن أباه الحسن قد كتب له عودة وقال له: يا بني، إذا جاءك هم أو غام افتح العودة. إزاي؟ هذه تربية، تربية نفسية. فلما جاء يوم كربلاء شاف الهم والغم قد جاء فتح العودة، وإذا بالعودة مكتوب: بني قاسم، وصية من الحسن إلى ولده القاسم: بني قاسم، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته. إزاي؟ هذه ناحية. الناحية الثانية، الحسين يحمل وصينا في اللغة هي أنثى الحصان. أنثى الحصان يسمونها سكينة، والواقع الصحيحة سكينة، سكينة بنت الحسين سلام الله عليه. أن زوج القاسم من سكينة. إزين؟ هذا الزواج اللي هو الكثير من الناس يشوفه ينتقده ويقول: احنا ما نريد نزف القاسم، وماكو زواج، وماكو وماكو. يعني قسم من الناس ياخذون شويه من المعلومات، ولما يترقى شويه بعد قال: انا اريد اغير. انزين، انت تغير في من؟ يعني هي جريمه شرعيه لما يجون يزفون القاسم؟ الناس سوت جريمه؟ ما تصير. يعني أكل الدار عليها وشرع العلماء الأجلاء الكبار والفقهاء، ما واحد عارضها قال أن هذه مثلا مخالف إلى الشرع. مو مخالف للشرع. هذه نقطة. النقطة الثانية، إحنا لما نجي إلى لفظة الزواج، ما معنى الزواج؟ يعني العقد. فلان تزوج بفلانة، يعني فلان عقد على فلان، العقد يسمونه زواج. وإذا دخل بها قيل له: بنى بها، بنى فلان بزوجته أو بخطيبته، يعني دخل على خطيبته. إذن فمعنى الزواج هو العقد. الإمام الحسين سلام الله عليه لسائل أن يسأل: لماذا قام الحسين بهذه المهمة في اليوم العاشر من المحرم ولم يقم مثلا في اليوم التاسع، ولم يقم في اليوم الثامن، ولا في السابع، وهكذا؟ عنده مجال كثير، ظل في مكة أشهر وما تحرك في القضية.
بعد لما يجي يوم عاشر ومعركة صايرة ورجال مقتلة، يجي يقوم بهذه الحركة لماذا؟ أولا أن الحسين سلام الله عليه ما قام بهذا الزواج اللي أنت تسمع به كالزواج الذي نستعمله نحن. إحنا لما واحد يريد يزوج ولد من أولاده يسوي الذبائح ويعزم الناس وتجي الناس من الأطراف. الحسين عليه السلام ما عنده هذه السوالف، رسل رسائل إلى الناس في أطراف البلدان وقال لهم تعالوا أنا عندي زواج وأعزمكم في كربلاء، ما أكو هالسوالف. الشيء الثاني أن الإمام الحسين قام بهذا الموضوع أو بهذا الأمر في اليوم العاشر لأنه يعلم علما يقينيا أن آخر عمره من الحياة في الحياة الدنيا هو اليوم العاشر، فإذا لم يقم بالقضية ولم يقم بالمهمة ويقتل الحسين فإن الناس ينتقدون الحسين وبالأخص بني أمية يقولون أنه قصر من وصية أخيه الحسن، لأن الإمام المعصوم لا يجوز أن يقصر من وصية الإمام المعصوم الذي قبله ولا حرفا واحدا، لازم ينفذها. فالحسين أراد بذلك أن ينفذ وصية أخيه الحسن سلام الله عليه. والشيء الثالث أن الحسين سلام الله عليه يعلم علم يقين أن آخر يوم أو آخر ساعة أو آخر يوم من عمر القاسم بن الحسن هو اليوم العاشر من المحرم، ولو كان هناك أن الحسين يعلم أن القاسم لا يقتل يوم عاشوراء ويتمدد عمره لا أوعز بالوصية من نقلها من أخيه الحسن إلى ولده الإمام زين العابدين. ولكن الحسين سلام الله عليه أراد أن ينفذ وصية أخيه الحسن. إذن هذا الزواج الذي أنت تسمع به والذي يعارضه كثير من الناس، ترى هذه دسائس. من يشوفون مثلا الشيعة عندهم شيء رمز من رموز المصيبة يحاولون يقطعون هذا الرمز، والملايين تشتغل على هذه القضايا. وإلا لنفرض أن الحسين قام بهذا الأمر، وجماعة يقولون الحسين ليش يقوم بهذا الأمر وهو في مصيبة، والزواج معناه فرح والمصيبة معناها حزن، ليش يقوم بهذا الموضوع؟ زموحنا قلنا إذا ما يقوم بهذا الموضوع الوصية ما تتنفذ. الكتب تقول أن الحسين يحمل وصية، والوصية لابد أن تتنفذ بعد الموصى له في مصيبة أم في غير مصيبة، لابد أن ينفذها. هذا شيء. الشيء الثاني، نفرض أن الحسين قام بهذا الأمر وهو في تلك المصيبة والمحنة، هل أن قيامه بهذا الأمر في ذلك الوقت الحرج هل مخالف للشرع؟ لا. الآن أنا أضرب لك مثال، نفرض واحد مثلا أنصاب بمصيبة عظيمة، وهذه المصيبة العظيمة على أثرها قام زوج واحد من أولاده، يعني هذا لما زوج واحد من أولاده وهو في مصيبة جت عليه، واحد اللي بيطالع المصايب بعد لا يأكل ولا يشرب، فلما يزوج ابن من أبنائه بعد حدوث المصيبة، هل معنى ذلك أنه سوى خلل في الشرع؟ ما معنى سوى خلل في الشرع، بل هذا يدل على صلابة القلب. الحسين عليه السلام في يوم كربلاء وقيامه بهذه العملية مما يدل على صلابة قلب الإمام الحسين،
يعني بمعنى أن الحسين لا تزلزله العواصف ولا تؤثر في قلبه المصائب، بل كان جبلا شامخا لاستقبال المصائب والرزايا والمحن. هكذا كان الإمام الحسين سلام الله عليه. ولهذا لما أراد أن ينفذ الوصية، يريد ينفذ هذه الوصية، وصية أخيه الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه في يوم كربلاء، وأراد أن يزف القاسم، طبعا الأنصار قتلى، العباس مقروع، وهكذا يعني. فإجا جعل ينادي بإزاء خيمة النساء، جعل ينادي: يا زينب، يا رقية، يا رباب، يا أم كلثوم، يا ليلى. ويقولون صوت الحسين صوت جهوري عظيم مؤثر في القلوب، ويتكلم بألم وبحزن وبمصيبة، مزج الزفاف بالفاجعة، زفاف ممزوج بالفاجعة. ولهذا أنت لما تزف مثلا من قاسم معناه شنو؟ معناه أنت فرحان؟ مو فرح هذا. لما تزف القاسم يعني أنت تجسد المصيبة، يعني أنت تجسد عمل الإمام الحسين يوم كربلاء. وإحنا اليوم أريد نجسد عمل الحسين ونجسد ما فعله الحسين يوم كربلاء في زفاف القاسم ابن الحسين. والجماعة يقولون يريدون يزفون، خلي يستعدون، يلا إذا جايين خارج. فجعل الإمام الحسين سلام الله عليه يخاطب النساء بقلب مكسور وخاطر المفجور: يا زينب، يا ليلى، يا رقية، يا أم كلثوم، هل إلى القاسم ثياب جدا؟ قلنا لا، قال: علي بالصندوق الفلان، الصندوق الفلاني. فتحه وإذا فيه قباء الحسن وجبة الحسن وعمامة الحسن، ألبسها على ولد على القاسم، ثم وجه بوجه إلى نحو المدينة وقال: السلام عليك يا أخا، لقد نفذت الوصية، ليتك تنظر في هذا اليوم إلى ولدك القاسم. ثم التفت إلى المشرع وجعل ينادي: يا الذي على المشرع، لا ترمي يا جثته، يا الذي على المشرع، لا ترمي يا جثته. هذا جاسم زافينا نهض وعاين زفته، هذا جاسم زافينا نهض وعاين زفته. كان يا كبش الكتيبة بكل النهضة جلل، كان يا كبش الكتيبة بكل النهضة جلل. فزع أخوانك وثوروا بعجل زفوا الولد، وصل أزفافه وناما
مصيبة يا الذي على المشرع لا ترمي جثته هذا جاسم زفينا أبو عاين زفته كان يا كبش الكتيبة بك لنا ضجلا فزع أخوانا كثر عجل زفوها الولد وصيص راكب ونام فرد ما عندي أحد وصيص فاف ونام فرد ما عندي أحد بس حريم تجري والدوايم سرحوها وما وينزف الشباب والدوايم سرحوها وما وينزف الشباب وانت خوج الدم جاسم كان تنشف دمعته وانت خوج الدم جاسم كان تنشف شلون يا ابنا ميحزن لا تزيده يا الوالدنا اخي جنايز عالوطي مدده يا الوالدنا اخي جنايز عالوطي مدده دمع بن خي جراوحي ساتنا عز زوجته صدرها معويلة ليلة ما بين اللي ساتر طم صدرها معويلة رت نزفة في الولد جود قام وكل هلا ما دريت يصير عرسي بني بوادي كربلا قلب يا عم انكسر لا تزفوني يا عمي كان انا عمري قصر خلي اطلع للحريبة وانتو حفروا لي قبر خلي اطلع للحريبة وانتو حفروا